ساندرا، ليتيسيا، مريم الدباغ، مين من الصبايا التلاتة رح يقدر يتحدى الديفي لهالليلة؟ رابح واحد وانتو اللي بتقروا. Good luck صبايا. أمي عزيزة شنو رأيك؟ سلكت أمورها ولا إيه؟ عشرة عطا تشوف عدا مش نعطي الأعداد لا أعطي كل واحدة أعطي عدد واحد عشرة لعشرة يلزمها تشمر يلزمها تثني الركبة تهبط اللوطة وتعصر وتفرق بالقديم خطر قديش أعطيها طب؟ خمسة خمسة على عشرة خمسة على عشرة أمورها جبت معدل نتعادل تو سويت لساندرا توب كرونو غسلين صابون من بقبيلة أنا الحاجة اللي ما فهمتهاش يا أخي النورمال ولا مش نورمال والمش نورمال ولا نورمال المش نورمال عبد ما يعرفش يغسل الصابون راه وانا بالحق عاد شوفوا نورمال ولا ايه انا هذا بيه سيد المخرج اخذ ركزوا على مريم كيفاش تغسل الساندرا شبيك مريم بقول لك جاي تعزي تعزي عزي بركة فيك وكذوك تعال باه مريم تورينا شنو تنجم تعمل نبكي والله يا بزي خير معاك شنو براس قديش تعطيها نوتة يا عزيز بركة الله 10 على 10 10 على 10 برافو ساندرا بتعمل ايه؟ مريم شو انا براس ما موت حط في قلبك؟ ليه انا تعرف شو نعمل وتثبت للجميع ثاني مش نخلطها لا مش شايف شايف صابون هكا خرب وتثبت مع مريم تذكر له 10 مريم شنو شنو اللي عملته تاع بلبيزة؟ عملت مكرونة صابون صابون هكا عملت عجة بالشوكولاتة بربي سؤال بسيط وهكا هو لو ندخل في امورك الداخلية تو انت كالسيتا بتاعك ما نغسلهاش نروح في ما تقرنش كالسيتا ما نقدرش تغسلها مش حاجة حوايجك داخلين ما تقرنش مش هكا تخرج تسافر ما تقرنش ما نسافر نرمي في البريسين كي نسافر في اللوتيل تيزي ما تفخفيك بتاعك والله هذاك هو انا مش هكاك عندنا ديجا هكا احنا في الباركور دولمون وين نقول بكل عمل كيفاش وسع بالك يا شيخ قطعة ما تقوليش باش تغسل معون وبتاكل تعالي يا عزيزة قداش تعطيها نوت سبحان الله قطعة والله يا على على المجهود اللي عملته خاطر في عود تسد الصابون وتحطه على الحاجه باش تفرم باش هي حطت الحاجه على الصابون و وريحته والله يحيد علاش شفت على المجهود اللي عملته نعطيك واحد واحد هاي واحد سامع